مستمعي الحياة فام ومتابعي الصفحة الرسمية للإذاعة، مرحبا بكم على إذاعة الحياة فام في حلقة جديدة من برنامج تحقيقات. في حلقة اليوم مشينا لمعهد رقادة وأعدادية رقادة، وين تتواصل إشكالية تواجد التلاميذ خارج المؤسسة طوال اليوم في الساعات الجوفاء ولا في أوقات الانتظار. تلامذة يجيوا من أماكن بعيدة، تجيبهم الحافلة في الصباح، يروحوا في الليل. أيضا ساعات الجوفاء يقضيوها الصغيرات لهنا على الطريق وبين المحلات. الأولياء والتلامذة طالبوا في أكثر من مرة بتوفير قاعات المراجعة وتوفير النقل بشكل مستمر، نقل بالحافلة باش يتمكنوا من العودة إلى المنازل على الأقل وقت اللي ما ثماش قراية ولا وقت انتهاء الدروس. بشوفوا مع التلامذة والأولياء كيفاش يقضيوا نهار قراية في محيط المعهد أو الإعدادية. تابعونا. حبينا نشوفوا الوضعيات هذه مع الصغيرات في الشارع في ساعات الانتظار لهنا قدام الإعدادية أو ليسي رقادة. عسلامة. عسلامة، مرحبا، اسمي آمال خليفي، نقرأ في ليسي رقادة بمعطى بالقيروان. حبيت نطلب نداء استغاثة لرئيس البلدية برقادة، حبيت نقول له تنجم تعملنا اي قاعه حتى بقعه صغيره مش معناها نقعد فيها امنين، ننجم مره واحده الدار خاطر داري قريبه، اما العباد الاخرين ما نجموش خاطر يجوا بالكار ويقعدوا هنا ويسروا ويقعدوا من هنا وما نجموش، ونجموا يتعرضوا برشا حاجات مثل بركاجات، حاجات سرقه، اي حاجه ينجموا يتعرضوا لها. معناها ثم حاجات صارت قدامك انت؟ لا ما صار قدامي شيء. سمعت حاجه؟ اي سمعت اللي صارت بركاج في الليسي، أيوه. وثما صارت عركة زيادة في الليسي الكبير وفضوهم على ناس، عباد الكل سمعت بها. الساعة الجوفاء يعني الساعة ليبر كيفاش تعديو؟ ماشي وجاي في الليسي ولا قاعدين لبرا على الكياس؟ ويسكروا مرات يخلوا الباب مسكر زيادة ما يدخلونيش يتعرضونا من الليسي. هذا رأيي معناها في الليسي كها. تطلبوا شنو المطلوب؟ المطلوب بيعملوا لنا بقعة صغيرة حتى نبقوا في بقعة المراجعة يطلعونا منها قاعة المراجعة، نبقوا في بقعة صغيرة حتى نمشي. ثم قاعة مراجعة ولا ما ثماش؟ ثم قاعة مراجعة ما ندخلوا لهاش، يخرجونا. حنشوفوا مع زميلك. سلام، تحب تعطيش اسمك راهو؟ سلام. صارت مرة قبل ذا البركاج، وكل مرة واحدة من الليسي واحدة من الليسي ضربها بحجر على راسها دمغت، صار برشا عرق. على الأقل حتى يعملنا كما قالت صاحبتي، حتى قاعة نقعدوا فيها كما تنجو في الكار، حتى كي تجي بعد مؤخر في الكار ما يدخلوكش، تبخر الكار ما يدخلوكش، معناتها قاعة المراجعة كي نطلعوا لها يهبطونا ما يخلوا حد يقعد فيها. تسكن بعيد أنت وتسكن؟ أنا هنا دارنا، أما قلت لك معناتها اللي يجوها في الكار واللي يخدموا معناتها حتى يعملنا قاعة لهنا، قاعة نقعدوا فيها يفطروا فيها، حتى الفطور نقعدوا لبرا بعد ما دخل حد يدخل الداخل، ويسكروا عين البي ما يخلوش يدخل حتى حد. حابين نشوف شكون يسكن بعيد ويجي في الكار، يجي من الصباح. احنا مش نصوروا توا صوت كاو. اسماء المجبري. نحنا نسكنوا في جبيلات معناها بعيد، ونجو في الكار نوصلوا لهنا حكاية 7:15 ديما نجو بكري. والمروح زاد كيكا نروحوا مخر كارنا تجي الاخرانيه زاد، وهذاك هو معناها وقتاش معنا وقت تروحوا العشيه كيكا 5:15 انا عزمه من هناك كتجي ديما. عليكم وقت اخر وقت الخمسه انتم هنا؟ ايه اخر الوقت الخمسه. وهذاك هو معناها ديما كيكا هذاك هو الوقت نتاعنا. ثم قلق في الشارع؟ ثم مشاكل؟ ثم خوف؟ ها لا عادي معناها، اما معناها التلامذة تحب معناها انهم يعملوا لهم فين يقعدوا، ما عادش يطلعوهم لبرا من الكوليج معناها يطلعونا ويسكروا علينا الباب ديما كيكة في السخانه وشيلي مش باهي معناها حتى للتلامذة سخانه انتم تو البرا هكا تحوسوا برا؟ حابين انتم تحوسوا البرا؟ لا نحبوا يعملوا لنا قاعة نقعدوا فيها الداخل خير من اللي نقعدوا في الشارع كياسات وما اختر ياسر علينا. شنو ثم اختر؟ ثم اختر شنو بالضبط اختر؟
برشا صغار تمشي وتجي وعرك ومشاكل ما بين الوليد، ومنهم نهارين تضرب الطفلة في راسها دمغت دخلوها للإدارة. فما زاد اللي فما اولاد يمدوا على الطفله سكينه، زاد مش بها هكاك تقوم ديما قدام الليسي لا يقروا لحتى شيء ويقعدوا ديما قدام الليسي كل مره الطفله ديخت. معناه هذا شنو نحكي، انه خايفين معناه ماكمش محميين برا في الشارع. اي ماكمش محميين؟ لا مشنا محميين جمله. احنا نسكنوا بعيد في رمضني ترقاده ونجوا كل اسبوع على رجلينا، نعزموا السبعه نوصلوا هنايا قريب الثمانيه على رجلينا، ديما نجوا على رجلينا، وزيد نجوا من الكياس في وسط الغابه ديما، معناها خطر ياسر علينا الصباح. كيو عسلامه مرحبا، صحه كسكروت يعيش. تاكلوا من الشارع ديما هكا؟ هاي حكينا احنا إذاعة الحياة فهم، حبينا نسمعوكم انتوما كتلام ذا صغيرات لهنا قرايتكم الأوقات هذه الساعة كروز كيفاش تعديوها، التنقل قاعة المراجعة ثم ولا ما ثماش قاعة المراجعة؟ الله ساعات نمشوا لها وساعات يسكروها، والمكثرية معناتها الأساتذة يقروا فيها، ووقت الراحة نمشوا نفطروا عنك الساعة، نمشوا نفطروا ونرجعوا نقل. شنو تقرين؟ نقل سابع سيسي ونكملوا ونمشوا نقروا تكمل الساعة ندخلوا نقروا ونكملوا الخمس. تجربة جديدة بين المدرسة والكوليج، ثم فرق بين المدرسة والكوليج؟ والله هي المرحلة كيف كيف، ما ثماش فرق، ما كلها نفس القراية، ما ثم شيء، فهمت؟ كلها كيف كيف. تحس روحك مرتاحين انتوما كصغيرات لهنا هكا بين الشارع وبين الوحدة؟ مشنا مرتاحين حتى الطرف، بالنسبة لي انا ما مش كيف كيف مش كيما المدرسة، معناتها في المدرسة ثم عساس معناتها ثم يخلونا نقول داخل، مش كيما الليسي يخلونا نطلعوا لبرا ما يخلوناش معناتها نقول داخل هكا. ها ثم قلق معناها نحكيو تو مثال، ثم ولاد ما نعرفش حكايتك المشي والجاي المشاكل، قالوا ثم مشاكل. هاي ثم مشاكل هنا، ثم جو ولاد يشدوا باب نتاع الليسي ما يخلوش البنات تطلع، ونبقوا محصورين لداخل ما اعتمدنا نطلعوش البارة، ثم اولاد ما يجوا من الشارع يبقوا هذيك كها. حبيت تقرا انت لهنا؟ نعم. هاي احكي لنا شنو تقرا، شنو تعمل، شنو؟ نقرا سابع سياسي، وديما كاي راحه يطلعونا لبرا، فما اولاد هم ميل لنا ديما يجوا يعملوا العرق وينقزوا فوق الصور ويكتبوا في الحيوط، نوصلوا صوتنا خاطر ما عندناش كار، فما عبيد عندهم كار وعبيد تروح على رجليها على رجليه. كيفاش معناه ما عندكش كار؟ معناه يروحوا لبلايص بعيد على رجليه. وين تسكن؟ وين؟ في مثلا كما في المضنية في القواسم. حتى في مثال ساعتين ما ينجموش يروحوا، جماعة المضنية في الساعتين ما ينجموش يروحوا لديارهم، وكل يعملوا لهم كار باش ينجموا يروحوا ولا حاجة. بلاش تصويره بلاش اسم. بنايا نقرا وتيم، ونحب نوصل صوتي مع الناس كار، اجينا كان الصباح يوصلنا ولا شيء ما يرجع لناش، نقولوا له يقول خاطر نجي الستة وعندي جماعة الكلية، معناها بريسك معناها نكملوا الخمسة، معناها الخمسة من الخمسة نركبوا في الكار نهبطوا ربع نوصلوا للدار الستة. هذا أتعس حاجة نعيشوا فيها نحنا تو، هي صحيح القراية كلها كيف كيف، نطوروا نعرفوا برشا حاجات جدد خاطرنا تو الكليش في حاجات بها صحيح، ما ثم أسيذة محليم وبرشا حاجات، ثم حاجات خيبة، ثم أولاد تجي العشية ويسكروا علينا الباب ويخرجونا، أما ثم برشا حاجات نجموا نعملوها في الليسي، يعملونا بوفيت، يعملونا حاجة تبقى فيها نقروا فيها، كما تو معناها الكولاجات الأخرى فيها معناها مكتب المراجعة للتلامذة برشا حاجات. مش بوفيت لداخل في الليسي تخرج برا؟ ما ثماش، كان ثم مكتبة كنا نقروا فيها مراجعة تو ما بقاتش، تسكرت البوفيت هذايا معناها، تبقى بنات ملوحة لبرا، الأولاد معناها كش برشا حاجات تصير. ثم قلق للبنات؟ ثم تصير لنا، كما كنهار طفله جبدوا عليها موس جو مشي فكلها في تليفونها تفاجعت وكل شيء، صار تصير برشا حاجات هنا في الكوليج، هو في حاجات بيه وفي حاجات خيبه، مش نقولوا كل شيء خيب، ثم حاجات بيه وحاجات خيبه، ما نعطوش سلبيات الكل، هو الكوليج خيب، ثم حاجات بيه وحاجات خيبه. واضح. عسلامه مرحبا بك. انت مراش كان ابعد عايش بنتي غادي دي كوالي توا وتسمع وتشوف وضعيه الصغيرات لهنا ما انا من على الكل يحكوا لك عليه تلم ضوا احكي لنا كوالي شنو طلبت شنو عملت شنو حبيتي؟ نحب اولادنا يروحوا في وقتهم ويعملوا لهم حمايه الساعه يفكوا لهم فلوسهم في الثنين
يزبد على الميس. نحبوا بلادنا تقرا مرايض وتبعد على البنات، تبعد على المشاكل وعلى وعلى كل شيء. هذاك اش طالبي سالسه يقعدوا الوقت الخمسه يقعدوا متيشين ساعتين وثلاثه يجروا ويشوفوا الشارع. نحافظوا على بناتنا وعلى اولادنا وكل شيء، لازم نعملوا له حل وكاو. هذاك الموضوع نتاعي. حكيتوش مع المسؤولين مع مدير التربيه مع الوالي؟ ما مشينا ما يسمعك عاد حد، حد ما يسمعك. يقول لك برا هذاك هذاك وتمشي تروح على روحك. ما يسمعك حتى واحد. لا عمده ولا شيخ ولا وزر. وكي ما تحلتش المشكله كثرت المشاكل. ماشي كثرت هاي تحكي لك البنيه تو. عملوا الصغار شادوا يبيعوا في الزطله. كيفاش مش تكتيفوا داقين زريك فيا. وبناتنا كيفاش مشى؟ سالسا يبدا يضرب فيهم بالعظام حيرمه ولا حاجه الدنيا. معناتها تكون انت المحيط والوضع اختير على الصغيرات. مشوا به بالكل. بكل مشوا به جمله واحده. كما تحكي لك انت البنيه تو كماك. كي جي طفل يضربها طفل ولا حاجه اش بتعمل؟ باش نجم نقاومها هي بلي يدي. هذاك هو الوضع اللي تعمل. حاب تقول حاجة؟ اوكي على الساعات الليبر كيفاش عدوهم الصغيرات، على المشاكل اللي تصير للتلامذة. نقول برا فماش قاعدة مراجعة مسكرينها، حتى كي نطلعوا لها يطردون. كملي اش معناها؟ نقول برا. ثم مشاكل ثم. ثم. وضعيتكم انتوما ترونسبور موجود، فطور موجود، بيفيت موجود؟ لا ما فهم ما فهميش ما فهم حتى شيء، ما فهم حتى شيء. شنو هي سالني تو نجاوب؟ اي احكيو تو مثلا انتوما برشا تلامذة لهنا ويجيو من بعيد، ما يلقاوش النقل، يجيو بكري يروحوا مؤخر، ما يلقاش بيفيت في هنا. ها؟ ما فهميش حتى بيفيت وترونسبور. بعد يدك غاد شوي. وين بيفيت؟ في الليسي ما فماش بيفيت. مسكرين في الليسي. تحس روحك معنا مرتاح ولا لا؟ ماكش مرتاح. هذا هو في وضعيات كيما نشوفوا لهنا التلامذة هذه الساحة اللي تلم تلامذة لهنا يخرجوا في أوقات الراحة في ساعات الفراغ، وضعيات صعيبة، يطالبوا الأولياء بقاعة مراجعة، يطالبوا بفضاءات للتلاميذ، يطالبوا بمشاكل النقل انه تتحل، خاصه النقل بالحافله يكون ثم سفرات متكرره ويعني موجوده، ثم اشكاليه الطريق وقت اللي نشوفوا تلامذه يخرجوا من المؤسسه التربويه باش يحصلوا على اللومجه لازم يتعدوا على الطريق، وثم مخاطر الطريق اصلا ممر المترجلين او اللي نجم على الاقل التلامذة نجم يتعدوا منه بشكل آمن ماهوش موجود. فكما نشوفوا يعني التلامذة في وضعية صعيبة. نحن تو في وقت الراحه ما بين مرحبا. انتم تو كاولياء طلبتوا في اكثر من مره حل الاشكاليات هذه، حل مشاكل النقل بالنسبه للتلامذه اللي يجوا من بعيد، حل مشاكل حتى البيفات معنا مشرب للتلامذه ماهوش موجود في وسط المؤسسه كما قالوا التلامذه، ومشاكل الامنيه في محيط المؤسسه. حكاوا على بركاجات تلامذه بنات، حكاوا على خوفهم. نحن تو هاك تشوف معناها في ساعه معناها تغيير ما بين الحصص، هاي التلامذه خرجت والكياس هذه الطريق الوطنيه رقم 2 هاك تشوف معناها التلامذه تشوف الطريق كل شيء، ما ثم حتى حمايه، ما ثم حتى امني معناها باش ينظم حركه المرور، ما ثم حتى شيء، معناها التلامذه معرضين للخطر مباشر ويهدد حياتهم. التلامذه هاك تشوف صورها هنا الطريق، حتى منطقه خضراء ما ثماش حتى الجر حتى باش يضروا تحتها، معناها الشمس من فوق وخطر ملوطه. التلامذة هذوما من المفروض أنه من وقت يدخلوا من الساعة الأولى للمؤسسة التربوية أنه يكونوا تحت حماية المؤسسة التربوية. من المفروض أنه أي خطر هذوما تو التلاميذ كي يتضرب في الوقت هذا تحت مسؤولية شكون؟ خارج أسوار المؤسسة. أندرا ولي هو اللي مش يتكفل به وإلا المؤسسة هي اللي مش يتكفل به، ما نعرفش شكون تحت مسؤولية شكون. من المفروض أنه التلميذ كي يدخل من أول حصة حتى لآخر حصة هو تحت مسؤولية المؤسسة. شنو عملتوا أنتم كأولياء؟ احنا كأولياء كلمنا قداش من مرة ومشينا واتصلنا بمسؤولين وكلمناهم،
على اساس انه باش يوفروا قاعات مراجعه للتلامذة هذوما في وقت الساعات الجوفاء باش يحموا صغارنا باش نحموا اطفالنا. راهو ما نجموش نحكم على معناها التميز في الدراسه ولا اعداد متميزه ولا نتائج ايجابيه وقت نحن نشوفوا التسيب هذا والتلامذة ما عندهاش وين حتى تراجع دروسها وين حتى باش يفطروا ما عندهمش. شوف من هنا كيفاش مطيشين تحت الحيوط والله اعلم بهم معناها معرضين اي خطر معناها من البركاجات من الزطاله من الناس كلهم. شفنا حتى تسمى معناها غرباء ماهوش غرباء ماهوش غرباء على المحيط الدراسي كله ما ثماش معناها تلامذه معرضين للخطر في اي وقت معناها يجي باش يقرا ما تعرفش عليه يروح لاباس ما يروحش لاباس. هذه حاجه نحن كاولياء طالبنا المسؤولين انهم باش يوفروا قاعات مراجعه او على الاقل يتوفروا شكون يتلهى بهم التلامذه هذوما اللي اطرهم ما ثماش لا تاطير ما ثم حتى شيء. ومن بعد يجي طالبك في التلميذ اش بيه النتائج نتاعو طايحه واش بيه النتائج نتاعو مدني واش بيه ما يجيبش معدل منين يمشي يجيبوا المعدل هذا ما نجمش يجيبوا اذا كان هو حتى الظروف غير مناسبه بالكل ما عندوش قاعات مراجعه باش يقرا دروس ما ثم حتى شيء. احنا هذه عارضه هذا الامضاء من الاولياء انا مش نقراها لك نحن الممضون اسفله اولياء التلاميذ المرسمون بالاعداديه بالمدرسه الاعداديه برقاده نرفع إليكم هذا الإشعار بضرورة العمل على إرجاع قاعات المراجعة بالمؤسسة التربوية حماية لأطفالنا من المخاطر التي أصبحت تهدد سلامتهم البدنية والمعنوية أثناء الساعات الجوفاء التي يعمد فيها المشرفون على المؤسسة إلى إخراج تلامذة إلى الشارع معرضين سلامتهم الجسدية والمعنوية إلى العنف والهرسلة من المنحرفين المرابطين خارج أسوار المؤسسة. ناهيك عن المعاناة أثناء تقلبات الطقس توكيم الطقس كما هذا سخانة لا ثم لا الجر باش يشبقوا تحت الظل لا ثم لا حتى معناها واقيات من السخانة ولا حتى شيء وقت المطر كيف تلقيه ظل مطيش تحت الحيط والمطر تصب عليه الكار يبقى من نصف النهار حتى الأربعة ومطيش تحت الحيط يستنى في الكار باش تروح به فك الوقت هذاك شكون به معناها يبقى للشر ويبقى تحت الحيوط ويبقى للهرسلة ويبقى للتهديد وما ثم حتى شيء ويطالبوا التلميذ انه باش يجيب نتائج ويتميز ويتفيق. العريضه هذه تو في طور الامضاء مش توجه الوالي الجهه مش توجه المندوب الجهوي للتربيه باش تحملوا مسؤوليتهم من بعد في اي تحرك مش يتم اذا كان تم تجاهل الوضع هذه. احنا كلمناهم عندنا الامكانيات موجوده والحلول موجوده عندنا المبيت هاك تشوفوا المبيت هذاك ينجم فيه قاعات تنجم تتهيأ وتتعمل قاعات مراجعه تلم التلامذة في اوقات الفراغ نتاعهم وكل شيء. هما قالوا لنا لا هذاك مش نعملوه بنك الاغذيه. بنك الاغذيه ما هوش حاله مستعجله ما هيش حاجه ملحه. الملحه هي تو هي حمايه الاطفال من المخاطر اللي يتعرضوا لها في الشارع. ينجم تو اي تلميذ تضربه كرهبه لا قدر الله في الطريق مصيب كما هكا ما ثم حتى حمايه تحت مسؤوليه شكون ولي يبعث معناها ولده باش يقرا كي تضرب يتصيبوه له ولات له به تو كما هالسيد الولي هذا انسان قليل ما عنده حتى شيء لا قدر الله بنته تتضرب مسؤوليه شكون مش يصبح هو يعاني فيه لا مؤسسه تتلهى به لا حاكمه تلهى به ويقول لك ولدك طلع لبرا شكون طلعوا طلع وحده ما هم طلعوه هم طردوه خرجوه من المؤسسه وقت المؤسسه يلزمها هي تحت مسؤوليتهم دونك اشنو ايج 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 احكي ايج شنو يا اخي شنو تحب يوفروا لكم انتم كتلميذ معناها شنو النقائص نتاعكم شنو تحب يوفروا لكم لهنا؟ دار الشبيب انتم وقت تخرجوا في الساعات الجوفاء معناها في وين تمشوا؟ نقعدوا في الشارع تراجعوا عندكم ونتبقوا ما عنيش مالا وين تمشوا؟ نقعدوا في الشارع تبقوا نهار كامل في الشارع بس انا للمطر معناها وقتاش تجي الصباح؟ الصباح وقتاش تجي؟ الثمانية جمعة ثمانية كيف نقعدوا من الصباح لين جمعة ثمانية وقتاش تروح؟ راحوا الخامسة في الكار اخر عباد رب عباد رب في النهار هذاك معناها تلقوا ساعتين ثلاثة باقية وانت عدوهم نقعدوا البر يبقوا البر معناها تلامذة مهمشة وضايعة ويحبوهم معناها يجيبوا نتائج متميزة ما نجموش نحكوا على التميز فهمت احنا تو طالبين أولا ساعة معناها قاعات مراجعة ثاني حاجة السيد هاهو معناها طالبين أنه أنشطة ثقافية أنشطة ثقافية مسكرينه أنشطة ثقافية ما ثماش بالكل معناها قاعة المراجعة قالوا لنا ممنوع علاش ممنوع؟ ممنوع كلش قاعة بركة مراجعة فهمني وهذا معناها موجه خصيصا لبلدية رقادة أنه العمل على إحداث فضاءات ترفيه أو فضاءات تثقيفية لنفاعة الأطفال هذوما قالوا لنا اليوم قاعة المراجعة يطرد من الليسي صار يتكلم معاه
سي علي الشايب انت ابن رقادة ولهنا يعني تتابع وتعاين وتشوف في وضعيات التلامذة لهنا في رقادة، إشكالية التنقل نتاعهم، إشكالية أوقات الفراغ، وأيضا حتى المخاطر ربما اللي تعرضوها. بالنسبة للرقادة علي الشايب من قاطيني رقادة، من ناشطين في رقادة وفي القروان، تنسيقية تونس بتعرف تعرفها. الوضعية نتاع رقادة ونتاع التلامذة نتاع رقادة، قبل ما ندخلوا في الموضوع يلزمنا نعملوا كالتبويب. الباب الأولاني، ما الذي جد على الدولة التونسية حتى تغير قوانينها من اللي كانت القوانين في العهود اللي قريت فيها أنا وقريت فيها أنت يا ناجح؟ وقتها كان ممنوع التلميذ يحوم ناحية الباب، وقتها كان ثم حاجة اسمها معناها مسؤول في المدرسة وفي الليسي ما يخليش التلميذ يوقف قدام الباب. أعطيني أشجد جديد على هالدولة هذه باش ولت اليوم القوانين متاحة قوانين رعوانية ما عندهاش حتى أساس عقلي. الحاجة الثانية، التبويب الثاني اللي يبوبوه، أسكو هذا التلميذ عنده حق على الدولة ولا ما عندوش؟ التلميذ وقت اللي يخرج من دارهم هو في ضمان تشكون. اليوم كي نتلفتوا للدولة التونسية نسألوها تلامذة هذم في ضمان تشكون؟ هذا تو في ضمان تشكون؟ هو من المفروض في ضمان بوه وامه في الدار، ومن بعد مضمون معناها من الدولة في وزارة التربية. وين هذا اليوم؟ هذا اليوم كان تصيبوا حاجة أن شكون مستعرف به؟ وين الدولة؟ وين مسؤوليتها؟ علاش الدولة معناها بطلت ما عادش متحملة مسؤوليتها؟ كان ما عادش دولة تقول لنا تو نحن ندبروا على رواحنا نمشوا نجيبوا دولة أخرى. هذا نعطيك من عهد الوالي شكري بن حسن، وفي يوم من الأيام وأنا نخدم هنا معناها مقابل اللي سي يوميا، التلامذة تجي في الظلام وتروح في الظلام، تقعد النهار وطول كنهار في الكياس، في الكياس فيهم اللي تعرضت لعملية براكاج وتنحالها تليفونها، فيها اللي تعرضت لعملية معناها هاتي 100 وهاتي 50 وهاتي 500 وبالسيف. وقت اللي نخرج من الحانوت ونكلمه يقول لي بنت عمي. هذا نبهت عليه شكري بن حسن يوم من الأيام، والمطر تصب والساحة تشوف فيها ساحة معبية بالماء، تلامذة هذونا ينحوا سبابتهم باش يمشوا للماء. هذا الدولة عزت أنه تبلط لهم الساحة، عزت أنه تعمل لهم مكان يقويهم من الشمس ومن الماء. ثم أخزر غادي تو تلقى معناها حاجة من العقل ما يقبلهاش، جدرة عود متاع شجرة أنو ملوح. تعرف هذا قديش عمره غادي؟ وتتذكر وقت اللي عملنا الفيديو متاع القنطرة؟ تتذكروا هذاك موجود؟ هذاك اليوم عمره بلديتين، زوز مجالس بلدية. عود كما هكاكا يوزن أكثر من 100 كيلو محطوط ترشي فوق الشجرة، ما تدريش أن حركة متاع ريح يطيح، تيح على صغار، تيح على كرهبة، تيح على عبد يمشي. الوالي يتعدى 4 مرات من هنا، الولات اللي يسكنوا في رقادة كلهم يتعدوا من هنا 4 مرات العام على أخوه، في المطر في الريح في الظلام في هذا مسؤوليتنا. نحب ونطلب من الدولة حقوق هالأطفال هذونا. وشكرا. الحلول ترام يعني الحلول والأولويات، أنه أول حاجة البنية هذيك بنتها الدولة التونسية للتلامذة التوانسة. اللي يحب يقرأ ما يلزمش المدير يقول له اخرج، سيد القيم ما عندوش الحق باش يقول لها اخرجي، تقعد في الساحه يقول لها اخرجي. يلزم غاديك تتعمل لهم قاعات وترجع النوادي. شبه الدوله ضبعت، كان ثم في قريه كان ثم نادي مسرح ونادي سينما ونادي تصوير ونادي موسيقى ونادي رسم، هذا كل يوم ما ثماش. النوادي معطله، عملوا نوادي الصغار يا ولادي، صغار راهو نهار كامل يتضاربوا. تما نادي الشارع توا، نادي شارع، نادي زطله، نادي برعايه الحكومه والدوله. تما معناها اكيد، والقسم الزطله تباع هنا على قارعه الطريق، موجود هنا، موجود على قارعه الطريق زطله وغير الزطله، والدوله تعرف والمسؤولين الكل يعرفوا. ما ثم شيء، ثم وقت اللي تولي ضرب سكاكن علي يعمل تليفون للمركز باش يجي الحرس.
وقلنا لهم زيدونا في اعداد الاعوان نتاع الحرس، لانه مركز الحرس نتاع رقاده لا يفي بالغرض. رقاده سبعه عمادات، تصور انت لو تصير كارثه في كل عماده، والقسم لا يلقوا عون لكل عماد. مع الكراهب، مع الطريق، مع 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 وجر على ذلك. الحاجه الثانيه، شنو اللي كاد الدوله باش تعمل لهم كار على الاقل؟ يا ودي راه ثم اللي يجي من السبعه نتاع الصباح عنده يقرا ساعتين ولا ثلاثه العشيه، يقعد مطيش الغادي، واللي عنده ساعتين من التسعه لل 11 يقراهم ويقعد غادي يستنى الكار نتاع الاربعه نتاع العشيه. شنو اللي ضر الدوله؟ هاي الفلوس بالرباه، هاي الفلوس بالسماء. هي عملوا لهم كار نصف نهار، يا تجيبهم يا تهزهم، شنو هي المشكله؟ خايف الدوله تقري فيهم بليش؟ خايف عمل عليهم مزيه؟ اليوم عندها الدولة 1,250,000 تلميذ منقطع الدراسة. علاش؟ لأنه المدرسة قايلة للسقوط، المعهد قايل للسقوط، ما ثماش حتى إدارة. طالبنا الدولة وعام الأول عملنا وقفة احتجاجية قدام الولاية وسكرنا الكياس، طالبنا بمندوبية ثانية. يا ودي راهو المندوب اليوم تاع التربية ما عادش ينجم يستوعب طاقة زوز مندوبيات. عطتنا الدولة في 2017 قرار لإقامة مندوبية ثانية في القيروان، ولليوم ما تم حتى شيء. ليش يحبوها كاكا خلا وقفار، يحبوها مدعاة للإجرام، يحبوا الوليدات الصغار هذونا يزرعوا فيهم الحقد. إذا كان تلميذ في وجهة تلميذ أكثر من 8 سوايع، كيفاش تحبوا ما يضربوش؟ كيفاش تحبوا ما يتعرك شويه؟ هذا أش نطالبوا الدولة، أني ترجع لعقلها، يا إما ترجع وإلا سترجع. وشكرا. متابعي الحياة فام، مستمعين على الأفام 90.3 ولا على صفحة الإذاعة الرسمية، كما كنتوا تشوفوا وتسمعوا في مطالب التلاميذ، في مخاوف التلاميذ، مشاعر الخوف كانت موجودة، ثم ربما حيرة، ثم متاعب، ثم إشكاليات النقل، ثم إشكاليات الخدمات، إشكاليات قاعات المراجعة، إشكاليات الطريق، لأنه لهنا يعني ما ثماش مشرب، ما ثماش بيفات في وسط المؤسسة الداخل، التلامذة يخرجوا لبرا في الريكري معناها في فترة الاستراحة باش يشريوا اللومجا ويعاودوا يرجعوا. الساحة هذه هي ملتقى للتلامذة، ولكن مش فقط للتلامذة، للناس الكل فضاء مفتوح. ربما المطلب بتأمين محيط المؤسسات التربوية، بتوفير قاعة مراجعة، وحل معضلة النقل بالحافلة، لأنه ما زالت ثم فيها إشكالية وصعوبات.